كانوا فخورين قوي وهما بيكسروا فرع ماكدونالدز في سوهاج، وعمالين يقولوا الله اكبر الله اكبر، وكأن هي كده خلاص فلسطين اتحررت. يعني شابو شابو على الذكاء. من اغبى الحاجات اللي حصلت مؤخرا هو اقتحام مجموعة شباب لمبنى ماكدونالدز بسوهاج نصرة للقضية الفلسطينية. المطعم ده مطعم مصري، والوكيل بتاعه شخص مصري، والعمالة كلها مصرية، وعلى ارض مصرية. انت مدرك انت عملت ايه؟ لا حضرتك اتصرفت صح، ولا ده هيفيد بحاجة، بالعكس ده هيضر، وهيضر ولاد بلدك. وارجع واقول ان ده كله بسبب شحن السوشيال ميديا للناس دي ضد المطاعم دي او البراندز دي بدون توعية. انا مش ضد ان هما يقطعوا او يعملوا المقاطعة، اتس اوكي تمام براحتكم، ولكن وعوا الناس للفرق بين اللي حصل ده وبين المقاطعة. حرفيا كل اللي عملتوه ان انتوا شردتوا ناس وقطعتوا عيشهم، وطفشتوا شوية مستثمرين ان هما ما يجوش هنا. انا اسفة، يعني دي مش مقاطعة ولا مقاومة، ده اسمه جهل. وعلى فكرة الموضوع ما كانش مجرد اقتحام او تكسير للمطعم، الموضوع كان فيه كمان اعتداء على الاشخاص المصريين اللي شغالين في المطعم. يعني ولاد بلدك ده ممكن يبقى جارك هو اللي شغال في المطعم ده، وانت اعتديت عليه لمجرد ان هو انت ازاي لسه شغال في المكان اللي بينصر الناس التانية، انت ازاي مش بتنصر القضية الفلسطينية. دور اي كونتنت كرييتر بيوعي الناس انه اطلعوا واتكلموا واعملوا، ان هو يوعيهم برضو على الحاجات الغلط اللي المفروض ما تتعملش.